السلام عليكم. نشرة الأخبار نبدأها بالعلوي. في موكب مهيب وبتمثيل عن الرئيس بشار الأسد، حلب تشيع جثمان صباح فخري. الاحتلال الصهيوني يجمد تفعيل الاعتقال الإداري بحق الأسيرين القواسمة والفسفوس. والرئيس الإيراني يقول إيران لن تتخلى عن المفاوضات النووية وتسعى لإلغاء الحظر. إلى مثواه الأخير في مدينة حلب، شيع الراحل الكبير صباح فخري بعد تشييعه رسميا وشعبيا من دمشق بحضور وزير رئاسة الجمهورية منصور عزام ممثلا عن الرئيس الأسد وعدد من الوزراء وكبار مسؤولي الدولة. وفي موكب مهيب شيعت حلب بعد الظهر ابنها الفنان صباح فخري وسط مشاركة حشود رسمية وفنية وثقافية وإعلامية ودينية وشعبية. أنت الذي وقفت تنادي مولاك يا داعيا لله مرفوع اليد متوسلا متضرعا بالمنجد، يا من له عز الشفاعة في غدي. هذا أبو محمد جاءك وهو الذي أنشد كثيرا، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي. صباح فخري هو الإنسان الوحيد اللي كان هو العلم السوري ويحمل رسالة التراث العربي والسوري وطار فيه لجميع كل أصقاء الأرض. صباح فخري قلعة حلب رمز الطرب، رمز الفن في الوطن العربي والعالم. خسارة كبيرة مهما حكينا قليل على هالقامة الكبيرة. الحقيقة خسارتنا كبيرة بفناننا الكبير العملاق الفنان الكبير صباح فخري. نطلب لأهل حلب لسوريا وللعالم العربي الصبر والسلوان. أكد سفير روسيا في دمشق ألكسندر يافيموف أن سوريا وروسيا تنسقان مواقفهما في جميع المسائل وتتعاونان بصورة وثيقة لاستكمال مهمة القضاء على الإرهابيين. وفي مقابلة مع وكالة تاس الروسية قال يافيموف إن الحوار المبني على أساس الثقة المتبادلة على أعلى المستويات بين الرئيسين الأسد وبوتين ينطوي على أهمية خاصة.
وفيما كشف السفير الروسي أنه سيتم ترميم قوس النصر في مدينة تدمر والذي دمره إرهابي داعش على أساس نموذج روسي رقمي ثلاثي الأبعاد، بيّن السفير أنه سيتم تنفيذ العمل بالتنسيق الوثيق مع اليونسكو وإدارة الآثار والمتاحف في سوريا. من جانب آخر، شدد يافيموف على أن وجود القوات الأجنبية في منطقة الجزيرة السورية يعقد حل المشاكل فيها ويعيق عودة الدولة السورية إليها ويحرم الشعب السوري من الوصول إلى موارده الطبيعية الضرورية وخاصة النفط. بمشاركة أهالي القرى المجاورة، شهدت بلدة الزيارة بريف حلب الشمالي تجمعا حاشدا رفضا للاحتلال التركي وممارسات أدواته من التنظيمات الإرهابية بحق المدنيين السوريين في مناطق انتشارها. ما نتخلى عن شبر من أراضي سوريا بقواتنا الجيش الباسل، الجيش العربي السوري، وبقيادة الدكتور بشار حافظ أسد رئيس الجمهورية العربية السورية. أنا من عفرين المحتلة، جينا اليوم نوقف بالزيارة وقفة احتجاجية لحتى نستنكر الممارسات اللي عم بيقوم فيها الاحتلال التركي بحق شعبنا السوري، وبإذن الله نحن راجعين على أرضنا بعفرين تحت رأي الجيش العربي السوري وتحت رأي قائد الوطن دكتور بشار حافظ الأسد. هذه الأرض سورية وتبقى سورية بجميع مكوناتها، بأهاليها، بناسها، وهذا الثالوث لن يسقط أبدا، سينتصر وانتصر. اقتحمت شرطة الاحتلال قبة الصخرة المشرفة بالمسجد الأقصى، فيما وصل مستوطنون اقتحام الأقصى على شكل مجموعات متفرقة عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات في باحته. من جانب آخر، وفيما أصدرت نيابة الاحتلال أمرا بتعليق الاعتقال الإداري للأسير كايد الفسفوس، جمدت نيابة الاحتلال تفعيل الاعتقال الإداري بحق الأسير مقداد القواسمة بعدما أشارت تقارير طبية إلى أنه يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة. بالمقابل، يصر الأسير القواسمة على الاستمرار في إضرابه حتى إلغاء الاعتقال الإداري بالكامل. إذا لم يتم تجاوز الأمر وإدراك يعني الخطورة هذه التي يوجد فيها مقداد اليوم، الرسالة أنه ليس هناك من الزمن يعني ما يكفي، هناك يعني احنا ايام ساعات او ايام معدوده، لابد ان يكون هناك يعني قرار حاسم في موضوع انهاء الاعتقال. قال مستشار الخارجيه الامريكيه ديريك شول ان بلاده تبحث في الوقت الراهن نطاق وجودها العسكري في الشرق الاوسط بما يتناسب مع طاقاتها ومتطلباتها الامنيه. بالتزامن، كشف قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي العراقي ان نهايه العام الحالي ستشهد خلو البلاد من أي قوات قتالية أجنبية. وأضاف الأعرجي أن المهمة القادمة للتحالف الدولي هي المشورة والتدريب وبناء القدرات، وخلال الجلسة الفنية العسكرية الثانية بين العراق والتحالف الدولي جرى تأكيد بغداد والتزامها بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة للقوات الأمنية العراقية. أعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس أن قاضي التحقيق المتعهد بملف رئيس الجمهورية الأسبق محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية بشأنه. وبحسب تقديرات قضائية تونسية، جاءت بطاقة الجلب بحق المرزوقي على خلفية تصريحات اعتبرت تهديدا على أمن الدولة بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعداتها للنظام التونسي، وفق ما نقلته وكالة رويترز. كشف موقع مينا ديفنس المتخصص في الشؤون الدفاعية تفاصيل جديدة لاستهداف شاحنتين الجزائريتين في الصحراء الغربية مؤخرا. وأضاف الموقع أن شاحنتين استهدفتا بطائرة مسيرة أقلعت من قاعدة السمارة الصحراوية المحتلة التي تبعد 230 كيلومترا عن مسرح الجريمة. كما أشار الموقع إلى أن الهجوم تم على الأرجح بأحد المسيرتين بيرقدار التركية أو هرمس 450 الإسرائيلية. وفي التفاصيل التي تم كشفها، لم تتجه الشاحنات نحو المنشآت المغربية وابتعدت عن الجدار المغربي الدفاعي بمسافة لا تقل عن 30 كيلومترا. هذا وكانت الجزائر توعدت بعقاب المغرب على الجريمة.
طالبت واشنطن الجيش السوداني بإطلاق سراح جميع الزعماء المدنيين المعتقلين لديه، وذلك بحسب ما أعلنت الخارجية الأمريكية. بالمقابل أكد المبعوث الأممي الخاص إلى السودان فولكر بيريتس أن مجريات المحادثات أثمرت عن ملامح الاتفاق حول العودة إلى تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين في السودان. بيريتس أشار إلى أن الاتفاق يشمل إعادة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك إلى منصبه، كما شدد المسؤول الأممي على ضرورة التوصل إلى ذلك الاتفاق خلال أيام لا أسابيع. من جهته جدد قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان التأكيد على حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال الديمقراطي في البلاد واستكمال هياكل الفترة الانتقالية. أسقط الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهده الذي أطلقه خلال حملته الانتخابية حول منع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات التي يشنها النظام السعودي على اليمن، وذلك بعدما أعلن البنتاغون أن الخارجية توافقت على صفقة لبيع صواريخ جو على بيعها للرياض بقيمة 650 مليون دولار. وجاء في بيان عن البنتاغون أن الخارجية توافقت على بيع محتمل ل 280 صاروخا، لتكون هذه أول صفقة أسلحة كبرى من واشنطن إلى السعودية منذ تولي بايدن السلطة وتبنيه سياسة عدم بيع الأسلحة سوى الدفاعية. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مواصلة بلاده المفاوضات مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي وسعيها الدائم لإلغاء الحظر الأمريكي وإفشاله. كذلك نوه رئيسي بالعملية البطولية للحرس الثوري في إحباط محاولة القرصنة البحرية الأمريكية للنفط الإيراني. المفاوضات التي نريدها هي المفاوضات التي تصل إلى نتيجة، ونحن لن نتنازل أبدا عن مطلب الشعب الإيراني برفع إجراءات الحظر الظالمة. مثلما قالت إيران سابقا، لن نترك طاولة المفاوضات، لكننا نقف أمام المطالب الإضافية المؤدية إلى إهدار مصالح الشعب الإيراني. أعلن الرئيس الروسي أن موسكو ومينسك ستعملان معا على التصدي لمحاولات التدخل في شؤونهما، حيث أقر فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقيدة عسكرية جديدة لدولة الاتحاد. وخلال اجتماع المجلس الأعلى لدولة اتحاد روسيا وبيلاروس، شدد بوتين على ضرورة تهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة عند حدود البلدين مع الدول الأخرى. بدوره أشار لوكاشينكو إلى أن المجموعة الإقليمية لقوات دولة اتحاد روسيا وبيلاروس تمثل درعا منيعا لضمان أمن روسيا وبيلاروس وفضاء الاتحاد السوفيتي السابق. هذا وبالإضافة إلى تحديث العقيدة العسكرية، صادق بوتين ولوكاشينكو على وثيقة التكامل و28 برنامجا تحالفيا بين البلدين. تذكير بالعناوين. في موكب مهيب وبتمثيل عن الرئيس بشار الأسد، حلب تشيع جثمان صباح فخري. الاحتلال الصهيوني يجمد تفعيل الاعتقال الإداري بحق الأسيرين القواسم والفسفوس. والرئيس الإيراني يقول إيران لن تتخلى عن المفاوضات النووية وتسعى لإلغاء الحظر. إلى اللقاء.